تلقى صباح اليوم الوسط الفني والعربي خبرا صادما، وهو وفاة الفنان عزة أبو عوف عن عمر يناهز 71 عام بعد صراع طويل مع أمراض الكبد والقلب. وأقيمت صلاة الجنازة عليه اليوم من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وتم نقله لمقابر العائلة. اسمه الحقيقي عزة أحمد شفيق أبو عوف، وهو من مواليد القاهرة منطقة الزمالك عام 1948. تخرج من كلية الطب لكنه عمل في التمثيل، وكانت بداياته الفنية مع إخواته من خلال فرقة الفور إما التي ساهمت في شهرته برفقة شقيقاته الأربعة. هو وقتها اكتشف كثير من المطربين وعلى رأسهم محمد فؤاد. والدنانير والليرات والروبيات. كما قدم 77 فيلم و99 مسلسل تلفزيوني وسبع مسلسلات إذاعية وأربع مسرحيات، ووضع الموسيقى التصويرية لسبع أعمال فنية. تزوج مرتين، المرة الأولى من الراحلة فاطمة والمرة الثانية من مديرة أعماله أميرة، ولديه ابن يدعى كمال وابنته هي المخرجة مريم أبو عوف. وترأس مهرجان القاهرة السينمائي لأكثر من دورة سينمائية، وكان آخر ظهور له من خلال إحدى إعلانات شبكات المحمول، وظهر برفقة الفنان عمرو دياب. أما آخر أعماله الفنية التي لم تخرج للنور، فيلم كل سنة وانت طيب مع النجم تامر حسني، ونعى كثير من الفنانين الفقيد أبرزهم هاني رمزي ومحمد فؤاد ومحمد هنيدي وأشرف زكي وإلهام شاهين.